أهلا مجددا بكل متابعينا عبر هذا الصباح، ودعوة للمتابعة من خلال فقرات صباح الشروق. وفي هذه المرة حنفتح واحد من الموضوعات المتعلق بموهبة الأطفال، خصوصا إذا كان في عمر صغير. مهم جدا أنه الآباء والأمهات يدعموا مواهب الأطفال في البيت مهما كان نوع هذه الموهبة. اليوم عندنا موهبة جميلة ومتفردة يا أحمد. نعم، يسعد انه في داخل الاستوديو نستقبل يعني بطل. لحد الان الى حد معرفتنا ده اصغر ضابط ايقاع يعني في السودان، عبد الوهاب البشير احمد البشير. ازيك يا عبد الوهاب؟ صباح الخير. السلام عليكم يا عبد الوهاب. انت تمام؟ انت تمام؟ صباح الخير. انا ما في مدرسه صح؟ انا اسمي منى، انا اسمي احمد. انت نعسان ولا مالك؟ الزول بيعزي في قاعده مش بيكون زول نشيط كده من الصباح؟ كده هسه عامل لنا يعني عازف لنا اي ايقاع كده، اكثر ايقاع بتحبه؟ نبدا باسهل واحد، بعد شويه حيكون اصعب. اسهل واحد؟ اسهل واحد يا ترى اسمه شنو؟ اسمه سيره. سيره؟ اي نعم سيره. كويس. شربت الشاي ولا ما شربت الشاي؟ ما بشرب شاي انا. مرتاح من موضوع الشاي ده عشان ما يجيك صداع، صح؟ خلاص يلا حنبدا بالسيره. شكرا لك. يعني تشكيلات مختلفة ورولة كمان كده في النص. لعلك منو تعزف ايقاع؟ مولد الصاحب. ما سامعيني. الأستاذ مولد الصاحب. ده أستاذك في المدرسة؟ لا. أها. أستاذ موسيقى؟ أي. بتجي وين يعني؟ بلاقيك في البيت ولا بتمشي في حتة معينة في محل في؟ ولا في محل. أها. في فرقة. في فرقة؟ يا سلام، بتعرفي فرقة يعني؟ أي. وليه اخترت الفرقة؟ بعضهم الاثنين ما واحد. كده لا بس احنا شايفين ابوك معاك هنا يعني بنسلم عليه وبنقول له ازيك صباح الخير. قاعد يمشي معاك طوال في البروفات وفي كده؟ ما قاعد يمشي معاك؟ هو هنا بيكون عنده هنا بيكون عنده شغل. صح، بيكون عنده شغل. لكن بيقول لك انه يعني بينصحك انه اعزف في الايقاعات وتعلم ونمي موهبتك وكده، ولا ما قاعد يتكلم معك في موضوع الايقاع؟ مرات بتكلم معي. بيقول لك شنو؟ طيب منو في بيتكم اللي بحب الايقاعات؟ انت اكثر زول ولا في زول ثاني من اخوانك او امك في البيت؟ اختي. اختك؟ ايش شجعتك انك تخش في الفرقه؟ هي اصلا اختي معي في الفرقه. عمرها كم سنه؟ عمرها يعني اكبر منك ولا اصغر منك؟ اكبر مني. اكبر منك انت؟ هي بتعزف على شنو؟ ابوك قال لنا عمره 10 سنة. بتعزف على شنو؟ ويسيم منو؟ ريال البشير. ها بتعزف على شنو؟ ما بتعزف. اها. بغني. بغني يا سلام، وانت بتضرب ليه وما تدربوك؟ يسيم الدربوك ولا يسيم الايقاع؟ ايقاع. اسمه الايقاع صح؟ ودي سمع دربوك ولا سمع الطبلة؟ الطبلة. كويس ممتاز. تقدر نسمع ايقاع تاني؟ نسمع شو؟ يعني يا ايقاع تاني بتحبه غير السيرة؟ قلنا السيرة ده اسهل واحد صح؟ هاي. يلا تاني انت بتعزف يا ايقاع. العب واحد اسمه ايقاع خليجي. اسمه شنو؟ خليجي. خليجي؟ خليجي؟ هاي. كويس. بس اللي حنعزفه هسه ده مش؟ كويس. عزف الايقاع الخليجي. يلا. الايقاع ده لما يترخل بشده ليك منو؟ بتشده انت براك ولا بابا ولا منو؟ ما
مرات بشد لأخوي مرات بشد لي. أنا عندي أخوين مرات بشد لأخوي الكبير مرات. أنت جبته من وين أصلاً يا عبد الوهاب؟ جابوا لك منه؟ أصلاً هو زلي. طيب أنا داري أعرف إنه عبد الوهاب بيشارك في شنو؟ هل بيشارك في مسابقات تبع المدرسة في فعاليات في شنو؟ بشارك. عندك مسابقات في المدرسة؟ أي. قاعد تعزف اليوم؟ تعزف الفرقة بتاعت المدرسة؟ لا ما عندنا فرقة. طيب بتشارك في شنو في المدرسة؟ بشارك في البرنامج بتاع الصباح. في الطابور؟ أي. قاعد يغني شنو في الطابور الصباح؟ مو غني هاي. بس بتعزف أنت اللي قاعد؟ أنا بتشيل معاك الإيقاع بتاعك؟ لا لا. ما بشيله، بخلوه في البيت. خلوه في البيت؟ طيب أنا داري أعرف الفرقة بتاعتكم بتشتغل في شنو؟ هل فيها أختك؟ أي. تشتغل في اوبريتات. يا سلام. يا توبريت انتم متذكروا مثلا قاعد يعني او يعطوني اذا كانت وطنيه او اغنيه عاديه او اوبريت بيتبرفوا طوال. الاوبريتات البرفو طوالي. اقول له ما مذكر اسمه اللي غاح حقه شنو؟ تعالوا بريت. مذكر اسمه. طيب ها قول لنا الاسم ولا على الاثنين؟ الاسم اللي غاح. واحد اسمه الشماسي. الشماسي. والثاني. واحد اسمه الأرض الطيبة. واحد اسمه أم الجندي. يا سلام. الأرض الطيبة. طيب ممكن تعزف لنا إيقاع لأغنية الأرض الطيبة؟ إيقاعين نفس اللي إيقاع اسمه سامبا. هتعمل لنا بالطبلة ولا بيدا؟ بالطبلة مرات ما بعمله كويس. ما حلو. طيب خلاص اعمل لنا بالإيقاع. يعني هتعمل تشكيلتين من السامبا صح؟ أي. كويس صراحة. الشماسي في البداية وهو وبنت الأرض الطيبة. طيب أنا داري أعرف يعني أيام المدرسة بتعمل شنو؟ بتمشي التمارين كيف؟ بتعمل البروفات كيف؟ يعني ولا بتكون متفرغ للمدرسة بس؟ هي كله خميس بس بمشي. كله خميس يوم واحد؟ معهم. ما بتنسى؟ ما بتنسى اللغة؟ ما بنسى اللغة. اللي بتدربك منو؟ بتدربني أستاذ مهند الصاحب والأستاذ خوجة اللي كمان. ده اللي بيدربوك. بتعزف حاجة تانية غير الإيقاعات؟ أي. بتعزف يا تقالة؟ أورجن ودرامز. والطبلة دي لكن ما جربتها لينا. والطبلة. بتعزف درامز؟ أي. درامز إلكتريك ولا درامز نورمال العادي ده؟ درامز العادي. العادي الكبير الحاجات كثيرة ذاك. أي. طب كده نسمع حاجة بالطبلة. شيل لك أنا؟ شيل غيرك؟ ويلا، بقدر أشيل. تقول عازف كبير يعني. مايك بس. يلا يا سلام بسم الله. عزف شنو؟ اروح ادوك شنو؟ اي حاجة. اديني ايقاع حلو كده انت بتحبه بالطبلة. عشرة بلدي ممكن؟ ممكن. طيب. سلام. أكتر فنان بتسمع أغناه وبتحس إنه إيقاعاته حلوة في الموسيقى حقته منه أو بتشوف له فيديو كليبات كده؟ والله بشوف فنانين كتير مثلا يعني يا زول ما شاء الله زي منو؟ زي منو كده؟ زي اللي بيحبوا بابا صح؟ اللي بتحبوا أنت براك؟ بابا أبوي. زي منو منو؟ اللي بيحبوا أخواني. منو يعني؟ يا سلام متأثر بالله. زي منو بتسمع لمنو؟ أي مثلا احمد فتح الله. احمد فتح الله كويس. ثاني ثاني الكورال قاعد تحضر له حاجات هنا كورال كرة الموسيقى والدراما ما قاعد يغنوا الارض الطيبه ما سمعتوا؟ انت اصغر زول في الفرقه؟ اي ما شاء الله. لكن في البنات في بنت اصغر مني. ما قالوا لك انت صغير على الفرقه دي؟ ما قالوا. انت اصغر منك؟ اي بتعزف شنو؟ بتعزف. بتتعلم يا ده؟ بتغني؟ بترقص. ما بترقص استعراض يعني. البياتات دي بألفوها وبألفوا لها مصيغتها. يا سلام. بعمل لها مثلا في مثلا في بريت كل بيت في ايقاع براه. طيب بتعملوها كيف يلا لما يجوا يقولوا لكم دايرين نعملوا بريت بتبرفوه كيف؟ بيجوا يحفظوكم في الموسيقى ولا بيحفظوا الفنانين؟ يلا احكي لنا يعني قاعد تعملوا شنو؟ في البدايه
مين معناتهم شغل؟ بقول لك اللي لازم يشتغلوا برا. بألفوا البوريتات. بألفوا البوريتات ويشوفوا الغاع بتاعه. كويس. في كل بيت. يحط له الغاع مناسب. بعدين بيجي وبحفظوا له البنات وبيشتغلوا. طيب انت بتاخد زمن قدر شنو عشان تحفظ الاوبريت لما يكون جديد؟ تحفظ دقته بتحتاج كم يوم تمشي؟ كم ساعة؟ يعني واحد في بروفة واحدة بس. بروفة واحدة بروفة واحدة بتعرف اللقاع بتاعك. أي. طيب والانترو والاوترو يعني الدخلة والقفلة حقة الاوبريت بتبرفوها كتير ولا برضو في يوم واحد بتعملوها؟ في يوم واحد برضو. في يوم واحد تعمل الدخلة والختام والقفلة كله؟ لكن هنا لما يكون اوبريت جديد البنات بيغلطوا. بيغلطوا هو يتعمل لهم شنو لما يغلطوا؟ في عقاب؟ لا بيوجهوهم بيورونا بيعودهم لهم بيورونا الصح من الغلط صح. حسن اخذت جايزه يا عبد الوهاب ولا لسه؟ لسه ما ادوك جايزه؟ لا انا لسه ما شاركت لسه في مسابقات صح؟ في مهرجانات ما شاركت؟ حنشارك حتشارك. طب دايرين نسمع تاني ايقاع اختار على كيفك لو داير تعزف لينا بالطبله او او بالايقاع؟ قعد ثلاثة وريتات اللي قلت لك اثنين يغعد شامبو واحد يغع اسمه تمتم. هتعمل شنو تمتم؟ بس حنسمع تمتم. بسم الله كويس. ده التمتم؟ ده جزء من التمتم. سيدي مازورة واحدة ولا مازورتين؟ في كل بيت الله خبير وزاته بيضرب الا بيت واحد بس هو بيت كامل براه بيت واحد. طيب كده ورينا ورينا الايقاعات اللي انت بتعرفها وانواعها. يلا كل مره قوم قول لنا الايقاع الفلاني ورينا بيعزفوا كيف والايقاع الفلاني بيعزفوا كيف والايقاع الفلاني بيعزفوا كيف كلهم اللي انت بتعرفه. بوريك الايقاعات اللي بعرفه كلها وبوريك اسمها. يا سلام يلا نسمع. احنا جاهزين الله يرحمه. خلينا نسمع. بسم الله بسم الله يا رح. في السبات تقيلة ولا ما تقيلة؟ عادية ما شاء الله عادية. يلا ها هو لقاء. أول غاء سيرة. السيرة وتمتم وخليجي وسامة. ديل أربعة. ديل أربعة اللي عملناهم. ها تاني في شنو غير ديل؟ شنو؟ ايقاع اسمه دلب. ده الدلب. كويس. ثاني تذكر لنا شو ثاني من الايقاعات؟ بس كده عملنا السامبا وعملنا الخليجي والسيرة والدلب والتمتم. الارض الطيبة برضه. ثاني ريقي. الريقي؟ كده. ده الريق. هذا شنو؟ عشر بلد قبل عملناه صح؟ أي. اها ثاني. عشر بلد ما عملناه؟ بلغاء ما عملناه. عمله بلغاء. بلغاء ما عملناه. كويس نعمل بلغاء. بيطلع اظبط صح؟ بلغاء ما بتعمل كويس. الا بالطبلة. كده نجربه طيب نجرب بس نسمع عشان ما شاء الله. ثاني ذكر عشان كده تسلم على اصحابك في المدرسه كلهم تقول لهم انا ظهرت في صباح الشروق باللقاء بتاعي. السلام نوا في النهايه لكن صح السلام ده خليه في النهايه احنا لسه حضر نسمع نذكر الايقاعات نذكر اصحابك نذكر الايقاعات. اها عندك شنو اللي تعال؟ عندي تاني لا. اها يلا. الفنانين اللي قاعد يغنوا معاكم في الكورال
لما يفرقوا زمن بتزعل منهم؟ لا ما في فنانين. ما في زمن يفرق زمن؟ البنات. البنات انت مالك متحمل البنات، البنات ما بيفرقوا زمن؟ البنات مرات في بنات بغلطوا. بيعودوهم الشغل. اي. بتضطر انتوا ذاتكم تعيدوا ثاني معهم. بتسهل انت يا عبد الوهاب لما تعيد؟ بالعكس انت بتتدرب زياده مش؟ اي. طيب الفنان اللي ما بيعرف يدخل في الغنية صح يعني بخش في الايقاع غلط بتوريه، لو قدرت تقوم تقول له خش صح بتوريه كيف يعني؟ يخش مع الدوم ولا مع التيك ولا يخش في اي حته؟ انا مرات بغلط في البناتات الجديده. ما انت الفنان اللي بيغني لما يكون ما عارف يخش صح بتدخله صح كيف بتقول له اعمل شنو؟ ما فنان ما حصل في الفنان غلط؟ اي بيغلطوا البنات بس مش؟ فنانين ما بيغلطوا اصلا. طيب المدرب بيقول لهم شنو؟ بس بيقول لهم عيدوا؟ المدرب بيورون الحركه بتاعت الشغل والدخله والقفله والدخله والقفله بوريكم انتوا برضه. طيب نحن يعني بعد شويه حتقوم تسلم على اصحابك زي ما منى قالت لك، لكن قبل ما تسلم على اصحابك دايرين نسمع لنا كم ايقاع كده، يعني حاجه كده تكون طويله شويه، ممكن تكون بالايقاع ممكن تكون بالطبله على كيفك. انت بتحب اكثر شنو؟ طبله ولا لقاع؟ الاثنين. خلاص طيب احنا ما عزفنا ايقاع كثير، نعزف طبله حبه. طبله عزفنا بس عشان البلد ما عملنا بها حاجه ثانيه. الطبله كيف في ايقاعات ما بتجيب الطبله؟ نعزف البيجي، البيجي بالطبله شنو؟ طيب. البيس. يعني زي عشان البلد مثلا بيجي بس بالطبله. بس عشان البلد؟ ما عشان البلد. طيب في حاجات تذكرني. اللقاع برضه في. الدليب بيجي بالطبله؟ اي. مثلا. طيب هو ثاني. وفي تاني راح باللغة الخليجي برضه بيجي بالطبلة صح؟ الخليجي ما بيجي؟ ولا بيجي؟ بيجي صح؟ اي يلا هسه عملنا لنا خليجي ودليب بالطبلة. طيب رح نسمع بالطبلة نحن عشان نخدم معاك وتسلم على اصحابك وتسلم على اصحابك. تقبل قلت انا بحبه الاثنين لكن شكله بحب اللغة اكثر صح؟ يلا عملنا لنا بالطبلة. شفت انا كيف متعهدة معاك في الموضوع ده، برفع لك الطبلة وبدل منى دي شغلة معاك بعام ثاني لكن انت بدي عداد ما تشغلها. انت بتشيل عداد ولا بتشيل عداد؟ لا لسه صغير. ها؟ هو شيل عداد. جادي. طيب نسمع يعني. ده دليب صح؟ اي تمام. انا هتعمل لنا شنو خليجي؟ خليجي بيجي والطمطم بيجي. طيب اعمل طمطم سريع كده نختم بيها الفقره. شكرا جزيلا عبد الوهاب، يلا سلم على اصحابك سريع لو قدرت تسلم عليهم. مش في ناس بيقول لك لما تيجي في التلفزيون كما سلمت عليهم بنزعل منك، يلا دير قولهم سريع عشان ما يزعل. ما بقول حاجة زي دي. ما بقول لك حاجة زي دي. سلم على اختك طيب اللي بتدربك. والله خير لك سلم سريع لانه كمان سلمت انا بقول لك انت جيت في التلفزيون ليه ما سلمت؟ بيزعلوا اصحابك مثلا المدرسه. صاحبك شديد منه اكثر واحد؟ صاحبك واحد منه اكثر واحد معي في المدرسه اسمه مهند. بس خلاص مهند محمد مالك. بس ازيك يا مهند محمد مالك؟ خلاص شكرا لك يا عبد الوهاب، اتمنى لك التوفيق. ثاني تجينا في صباح الشروق بتجي ثاني؟ بتجينا؟ تكون عامل حياه ظريفه خلاص؟ شكرا. فكر في الموضوع. مشاهدين مع السلامة. مع السلامة. شكرا جزيلا عبد الوهاب البشير احمد البشير، شكرا ايضا لواد الموجود في الكواليس البشير احمد البشير. عبد الوهاب واحد من الاطفال في فرقة زهراتوتي اعتقد، في فرقة زهراتوتي. حابين حيو بن حي برضه القائمين على الفرقة، وتحية خاصة لأسرته يعني اللي بترعى موهبته. طبعا كلنا زمان يعني مرينا بالمرحلة دي، في ناس قدروا انه يواصلوا يعني في ناس اهلهم كانوا رافضين، لكن برضه بتبقى الوصية الأهم من الأهل انه انت ما تفرط في المذاكرة بتاعتك، لازم قرايتك تبقى عليها 10 وبعدين يقفوا معك في موهبتك. دي كانت آخر فقرة في الساعة الأولى في صباح نعم. الشروق. نعم بعد الفاصل متواصلين، كونوا معنا.